أخبارنا بإيجاز، أهلا بكم. برفع رايات الحزن تعلن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة انطلاق نشاطاتها الثقافية والفكرية خلال شهر محرم الحرام وصفر الخير لتجديد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأحياء منهجه القويم. قدم مركز القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة دعوة لطلبة الجامعات للانضمام في دورة علوم القرآن والتي ستقام خلال فترة العطلة الصيفية بإشراف الأستاذة إسراء حسين فرج بواقع يوم واحد في الأسبوع. بشرت الملاكات الهندسية والفنية في العتبة الكاظمية المقدسة بحملة أعمار مرقد السيد الشريف المرتضى رحمه الله المجاور لسور العتبة الكاظمية المقدسة. إلى اللقاء.